شخصي مع اسم استمسكات من أربعة طيناهم خابرونا ورا فترة قالوا تعالوا وقال بيروح بالشلالات فحص طبي كملنا فحص الطبي رحنا على حمدان إجراءات وجعنا ورا 10 أيام 15 يوم نزلوا علينا على مدة مجالس عبارة عن المجلس عبارة عن 80 ورقة المبلغ مال 10,000 دينار تشتريه خليناها نعدها للبيت هاي من 5/12 إلى حد الأساس يعني لا حد طالب بينا ولا أحد قال شنو أنتم يعني أنتم المجالس صارت وما صارت اشتريناها بالبيت ما في خبر على ورق اسناد يعني موجودة بالبيت يعني بس اشتريناها ب 10,000 دينار دفعنا فلوس وإحنا الخير ما بينا ما يملك 10,000 دينار بالبيت وجاك رمضان جايك رمضان زين يعني احنا بس شفنا صورة حل شرطة شروط يعني انا اجيت عن نفس السعفوتي كل واحد 10 سنوات خدمة اظن 11 3 سنين يعني احنا ما اجرى اخوي الحين تكتبون عليها نعم عن جماعتكم زين تجمعون طواقمهم كلهم ورقة وتشوفون لي هنا طول المكتب الموصلية تطلع الداعي الدوائر الدولة يعني بالدفاع المدني طلع حكي شخصيا مدير الدفاع المدني قال اني اعدادي كلها مباشره ورواتبهم ستصرف احنا ما عندنا مدير يطالب بينا يعني انتم ابهاتنا اذا ما انتم تطالبون بينا احنا ما حد يدحك بوجهنا الله سلمنا حشمنا بيكم انتم ابهاتنا وعمامنا الكبار يعني في المحافظه يعني انا ما واحد مثلين احنا 600 اذا ما يريدونا خلي يقولون حتى نروح واحد يروح يتطوع يروح الله سلمنا